وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العالمين الأهلية الجديدة. دكتور بنرحب بسيادتك معنا، وفي البداية كيف تقرأ ارتفاع تصنيف الجامعات المصرية عالميا؟ يعني احنا بنتكلم عن 5 جامعات مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم بتصنيف ويبوماتريكس لعام 2024، وكذلك تم إدراج 15 جامعة مصرية في تصنيف العالم لعام 2024 اللي هو QS. يعني كيف بدأنا ندخل التصنيفات العالمية في التعليم الجامعي، وهل هناك مزيد من الخطوات التي ستتخذ من أجل أن يرتفع يعني شأن الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية القادمة إن شاء الله؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. طبعا طبعا وجود الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية ده حاجة تدل على قوة الجامعات المصرية وقوة أساتذة الجامعات في الجامعات المصرية، وبالتالي قوة الأبحاث الناتجة عن هذه الجامعات. الحقيقة اللي حصل إن الجامعات استطاعت إنها تنظم البيانات بتاعتها، وبالتالي تقدر انها تبعتها لجهات التصنيفات العالميه وتضعها في صوره اقرب ما يكون الى الصوره التي يتم القياس بها، ولهذا ظهرت الجامعات المصريه في التصنيفات العالميه. عندنا الجامعات المصريه قوه الخريج فيها معروف عالميا، وخاصه الجامعات الكبيره. حضرتك قلت في 4 جامعات ظهرت التصنيفات العالميه، بيقولوا 5 جامعات، يعني خمس جامعات. هي الحقيقه في عدد كبير من الجامعات ظهرت، انما 5 جامعات في الترتيبات الاولى في التصنيفات العالميه، وهي دي الحقيقه جامعات عريقه وجامعات كبيره. عندنا جامعه القاهره، جامعه اسكندريه، المنصوره، عندنا جامعه اسيوط، عندنا العديد من الجامعات. الحقيقه جامعات قويه جدا، وده بيدل على قوه خريجها. لما الخريجين بتوعنا بيسافروا اي حته بره، سواء كان في جامعات بحثيه أو في العمل في الخارج، بيبان قوة هذا الخريج الحقيقة من التقدم الكبير اللي بيحققه والنجاحات الكبيرة اللي بيحققها في الخارج. طب دكتور، هل الشهادات الجامعية المصرية عادت مرة أخرى كشهادات معتمدة في دول العالم الأول، العالم المتقدم؟ يعني زمان كانت جامعة فؤاد الأول اللي هي جامعة القاهرة حاليا شهادتها معتمدة في العالم كله، مجرد ان الخريج المصري يذهب الى دوله متقدمه فشهادته معتمده ويقدر يعمل ماجستير ودكتوراه. دلوقتي بيقول لك لا، اعمل لي معادله علشان اعتمد الشهاده بتاعتك. حضرتك تقول ايه؟ الحقيقه حضرتك النهارده لما تيجي تشوف العديد والعديد من خريج الجامعات المصريه في تخصصات الطب وطب الاسنان بالذات، بنجد ان هناك العديد من خريجين جامعاتنا موجودين في الدول الاوروبيه، وخاصه في المملكه المتحده وايضا في المانيا وفي فرنسا. فده يدل الحقيقه على قوه الخريج بتاعنا. يعني حضرتك لما تيجي تشوف النهارده بتلاقي خريجين كليات الطب والاسنان بيطلعوا يعملوا امتحان بسيط في هذه الجامعات وبيمارسوا المهنه مباشره. وكذلك ايضا لما الخريج بتاعنا بيسافر الولايات المتحده الامريكيه بياخد امتحان ممارسه المهنه، وتقريبا كل خريجينا بينجحوا فيها وبيمارسوا المهنه هناك. هي الفكره حضرتك من المعادله هناك، المعادلة عشان يطمن ان النظام اللي الخريج خارج هذه البلد، النظام اللي درس بيه يتوافق مع النظام بتاع البلد. وده الحقيقة يدفعنا الى ان احنا نقول ان كلياتنا بالاضافة الى الاعتماد الداخلي بتحتاج ايضا الى الاعتماد الخارجي. لو الكليات بتاعتنا اخذت الاعتماد الخارجي، ده بيؤهل الخريج مباشرة ان هو يشتغل بدون هذه الامتحانات. طب ماذا عن التقدم التكنولوجي؟ ماذا عن إنتاج البرمجيات؟ ماذا عن يعني تصدير البرمجيات؟ ومصر دولة بها الباحثون، بها المبتكرون. معروف أن الشباب المصري شباب على قدر عالي من الذكاء ويستحق الأفضل دائما. حضرتك تقول إيه؟ هذا صحيح حضرتك. يعني إحنا لما نيجي نشوف في 4-5 سنين الأخيرة هنلاقي ان هناك اقبال شديد جدا من الشباب على كليات علوم الحاسب وهندسه الحاسب، وخاصه دخول الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء والامن السيبراني، وبنجد ان ابنائنا متفوقين في هذا المجال بصوره كبيره جدا. النهارده اصبح عندنا في مصر في العديد من الشركات
عايز اقول الشركات العالميه اللي بتخدم اسواق العالم وهم موجودين هنا في مصر، وفيها مهندسين وفيها خريجي علوم الحاسب بيشتغلوا فيها وبيشتغلوا في شركات عالميه موجوده في الخارج. فده يدل على قوه الخريج بتاعنا، بالاضافه طبعا الخريج بتاعنا لما بيجي بيسافر بره بيكم بياخد منح ماجستير ودكتوراه وبيتعين في شركات كبيره بره. واحنا الحقيقه ده ملاحظينه، احنا عندنا في جامعه العالمين الدوليه تعاون دولي مع عدد من الجامعات في الخارج وخاصه الولايات المتحده الامريكيه، وعندنا شهادات مزدوجه في مجال علوم الحاسب وهندسه الحاسب. الطالب بياخد سنتين عندنا وياخد سنتين في جامعه لويفيل الامريكيه. عايز اقول لحضرتك ان الطلبه اللي اتخرجوا السنه دي من جامعه لويفيل كلهم ياخدوا منح ماجستير في الجامعه يا اما واشتغلوا في سوق العمل الامريكي في المجال بتاعهم التخصصي. اذا نحن على طريق الصحيح، نحرز خطوات كل يوم، نتمنى ان يكون شباب المصري والخريجون المصريون في المقدمه دائما في مجال التكنولوجيا الحديثه. ضيف الكريم عبر الهاتف الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العالمين الأهلية الجديدة، أشكرك شكرا جزيلا.